رسم لنفسه شكلا مميزا عن كل نجوم الكوميديا في عصره. أطلق عليه لقب شارل شابلن العرب. هو الفنان محمود شكوكو الذي أثر الفن بالعديد من الأغاني والمونولوجات الشعبية البسيطة. قدم عددا من الأدوار السينمائية التي حققت نجاحا كبيرا، وعلى مسرح سيد درويش بأكاديمية الفنون المصرية استعاد مهرجان فنون الأداء في دورته الثالثة الوجه الساخر للفنان الشعبي محمود شكوكو. الدورة الثالثة باسم الفنان محمود شكوكو لدوره الرائد في الفن الشعبي ودوره الرائد في استخدامه للأقراجوز، وده كان واضح جدا طبعا في خلال تناولنا المسرحيات. هو صاحب الأقراجوز وهو كان بيطلع يقول مونولوجستات على المسرح، والراجل ده ما كانش بيبقى معاه سكريبت، الراجل ده كان بيطلع على المسرح بيأدي والناس كلها كانت يعني بتمشي وراه وبتتفاعل معاه. يضم مهرجان فنون الأداء في دورته هذا العام 6 عروض مسرحية من أصل 9 عروض تقدمت للالتحاق بالمهرجان. شبه قصة عندنا يا سليمان، عندك حاجة عندك شبه يا سيد. ايوه وده شكل محلي. ده مهرجان طلابي بيقيموا المعهد العالي للفنون الشعبية، دي دورته الثالثة. الهدف منه تنشيط الأنشطة الطلابية الفنية، خلق روح التنافس الفني بينهم. الدورة الثالثة الحمد لله يعني أنا شايف إن فيها شغل كتير حلو. أول عرض كان عرض الغجري، تاني عرض كان عرض مهرجان بكين، تالت عرض كان عرض عفريت لكل مواطن، النهاردة كان عطش السوائي. واحتفى المهرجان بشكوك الذي اشتهر بشخصية شعبية أبدعها على خشبة المسرح واقترب بها كثيرا من مشاعر الجماهير. لقناة الإخبارية محمد عبد الحكم، القاهرة.